السلام عليكم. توقيت مباراة فريق نهضة بركان المغربي وفريق ساك ميموزا الإيفواري اليوم في الجولة السادسة من دور مجموعة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022، والقنوات الناقلة لهذه المباراة. تعد هذه المباراة حاسمة لنهضة بركان من أجل التأهل لدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، إذ يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما ساك ميموزا يحتل المركز الأول برصيد 9 نقاط. ويستضيف الملعب البلدي لبركان لقاء نهضة بركان وأساك ميموزا في الجولة السادسة من كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد 3 أبريل 2022 في الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب، 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر، 9 مساء بتوقيت مصر إن شاء الله. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة الرياضية TNT بتعليق عبد الصمد والشيبة، وقناة بي إن سبورت 6 بتعليق جواد بدو.